السلام عليكم، ازيكم حبيباتي؟ اهلا بيكم معايا في فيديو جديد. النهارده الفيديو بتاعنا يعني تقريبا ملوش اي لازمه. عارفين الساعه كام دلوقتي؟ الساعه 3:15 صباحا. انا بقوم عاده في الوقت دوت. النهارده قمت جعانه كالعاده، يعني قلت اما اعمل قنبله اخر الليل بتاعتي. ده حاجه كده ما بتعملش كل يوم، بما ان هي طبعا ايه حاجة فظيعة. سندوتش عايزة اقول لكم بقى ايه، حاجة كده تحفة، روعة بصراحة. حط جبنة، عندي رغيف عيش بلدي عادي خالص. الفيديو دوت ملوش اي لازمة اللي مش حابب يشوفه، يعني هو مش وصفة مثلا، مش فكرة، هو فكرة بس، حاجة كده ايه تحفة انا بحبها، قلت اشاركها معاكم. احط الكثير من الجبنة، انا بحب الجبنة جدا. اللي يعرفني طبعا عارف ان انا بصحى في الوقت دوت، ان انا بنام مع الكتاكيت من بدري وبصحى من بكير. تمام، حطيت جبنة بقى، هحط ايه تاني؟ فيديو النهاردة بدون مونتاج، بدون تزيين، بدون ديكور، بدون اي حاجة، فيديو عادي وبسيط خالص. هي فكرة بس ايه بشاركها معاكم مش اكتر. وهحط كده كام شريحة من الطماطم بالشكل ده. وكمان برضو هحط فلفل. السندوتش ده فظيع جبار، بس ما اقولكوش بقى على السعرات الحرارية بتاعته ايه. اللي عامل دايت يعني هينسي في الدايت اللي عمل، مفيش افظع من كده بصراحة. بحب الفلفل والطماطم والجبنة جدا، حاجة بالنسبة لي أكلة فظيعة. زمان كنت أروح من البيت، أروح من الجامعة أو من المدرسة لما كنت في ثانوي، ألاقي مامتي بقى أيا أكل الأكل اللي هي عاملاه، مش مهم هي عاملة أكل إيه، فكنت أكل، أحب أوي أكل جبنة وفلفل، بالذات بقى فلفل حار بتبقى فظيعة. مع إني ما عنديش فلفل حار، فهحط الكثير من الشطة. شطة 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 شطة، أنا من عشاق الشطة، بحب الشطة جدا. شايفين بقى عامل ازاي الساندوتش؟ بصوا بقى لونه احمر من كتر الشطه. واخيرا بقى المكون السحري اللي هينسف اي دايت اي حد حابب يعمله في يوم من الايام، وهو الجبنه الموتزاريلا. هحط كده كميه لطيفه خالص، هي طبعا مجمده، فايه شوف شويه كده يكونوا فكين. احطهم، نحط الكثير من الجبنه الموتزاريلا. سندوتش جبار، بس بقى ما اقولكوش طعمه فظيع بجد، طعم تحفه. يعني انا بقعد اقاوم نفسي ان انا ما اعملهوش اصلا، طبعا سعراته الحراريه عاليه جدا، بقعد اقاوم ان انا ما اعملهوش، بس بصراحه ما بقدرش. يعني هو اصلا طعمه لا يقاوم بالنسبه لي، يعني حاجه كده فظيعه تحفه. حطيت بقى كده الكثير من الجبنة الموتزاريلا. واخر خطوة بقى هعملها، هعمل ايه السندوتش الحلو دوت، هوديه على فين؟ على الميكرويف. الجبنة تسيح ويبقى معانا كده حاجة جميلة. نشغل عليه مدة دقيقة واحدة، وفي هذه الأثناء هعمل بقى النسكافيه بتاعي. الأصوات طبعا عالية في المنطقة، الميكروويف والكاتل علشان هعمل نسكافيه. ادي ديت الصينية المفضلة بتاعتي، لونها كده كيوت وعسول. ودوت كمان المج المفضل بتاعي، بحب اعمل فيه نسكافيه. نجيب بقى كده المعلقة، نحط قد ايه سكر؟ انا بحط معلقة سكر. معلقة نسكافيه طبعا بعدلت الدنيا،
نمسح الصينية ونرجعها تاني كده. المية غليت، نصب النسكافيه العظيم بتاعي وكمان الميكرويف فصل. ادي النسكافيه بتاعي كده بقى جاهز. نبص بقى على الساندوتش بتاعنا. الحمد لله خلص. شوفوا المنظر احكموا بنفسكم. واو، ده العشق بتاعي بقى، حاجة كده تحفة. جبنة سايحة بقى والطعم خطير. روح انا بقى ارتكب الجريمة بتاعتي براحتي، كفاية عليكم ازعاج لحد كده. اشوفكم بقى على خير في فيديو حقيقي ان شاء الله. مع السلامة.